يعني رسميا المظاهرة هنا المركزية في لندن إلى الآن لم تبدأ، لكنها يعني بعد دقائق من الآن سوف تتحرك من هنا من قرب البي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية في لندن، وسوف تتجه إلى ساحة البرلمان البريطاني، وهناك المنصة بالمتحدثين بالمنظمين الذين هم كما جرت العادة على مدار الأشهر السبع الماضية من المؤسسات الداعمة لفلسطين، من بالستاين أكشن، من الأنصار القدس، عديد المؤسسات البريطانية الداعمة للقضية الفلسطينية هي التي تنظم هذه المظاهرات الأسبوعية. لكن نحن نتحدث عن أسبوع النكبة، فبالتالي هذه المظاهرات حاليا مرتبطة بإحياء ذكرى النكبة. هو أسبوع بدأ في 11 من الشهر الجاري، وقمنا بتغطية في مدينة بريستول سابقا في 11 من هذا الشهر لباكورة هذه المظاهرات في أوروبا، والآن نتحدث عن ذروة هذه المظاهرات اليوم ليس فقط في بريطانيا، لكن في معظم الدول الأوروبية، في إسبانيا، في فرنسا، غدا في بروكسل، أيضا اليوم في البرتغال، في عديد الدول الأوروبية هناك مظاهرات تحت عنوان أسبوع التحرك في إحياء ذكرى نكبة فلسطين. الجهات الأمنية الموجودة في إجابة على جزئية من سؤالك هي كالعادة في بريطانيا هي تؤمن المتظاهرين وتمنع أي اشتباكات بينهم وبين المتعاطفين مع إسرائيل، لكن نحن هنا لا يوجد أي متعاطفين مع إسرائيل على الأقل في محيط هذه المظاهرة، لكن ربما عند المسير عند الانطلاق يكون هناك من الطرف الآخر من يقف. كما ذكرت عمر مركزية كبيرة مسألة المسيرات المتعلقة بحق العودة أو بالنكبة الفلسطينية، لكن أنا ألحظ يعني من الخلفية لديكم من بعض اللافتات أنه غزة حاضرة بكل قوة عمر صراحة، يعني حتى في مسيرات العودة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي عديد من عواصم العالم بأسره. غزة تضفي ربما مزيدا من الغضبة الفلسطينية في كل بقاع الدنيا على ما يدور من حرب إبادة وجرائم إسرائيلية. عمر، إن كانت المعلومة موجودة، يعني هذه القبضة الأمنية التي ألحظها الآن وعدد من هم من القوات الأمنية البريطانية أو من الشرطة البريطانية لافت للنظر، هل فقط يقومون، أدقق معك في المعلومة مرة أخرى عمر، هل فقط يقومون بعملية تطويق أو حماية أو منع لحدوث أي درجة من درجات الشغب، أو ربما نشهد اعتقالات مع نهاية اليوم؟ طيب، الجزئية الأولى في سؤالك عن غزة حاضرة، لأن غزة حاليا تشهد نكبة، وهذه نكبة مشاهدة ليس على غرار نكبة العام 1948، بالتالي لا يمكن فصل النكبة التاريخية عن النكبة الحالية وحرب الإبادة في قطاع غزة، فهما قضية واحدة وليست قضيتان بين النكبة وبين غزة. في موضوع الطوق الأمني أو الوجود الأمني، هذا واضح في خلال جميع المظاهرات السابقة في بريطانيا تحديدا، وكما قلنا مرارا العقلية الأمنية في بريطانيا أو الشرطية في بريطانيا مختلفة عن الأمريكية، مختلفة عن الفرنسية، مختلفة عن الألمانية، بمعنى القمع لا يكون موجود في الأساس، لأن هذه المظاهرات لا يمكن منعها لأنها ليست مخالفة للقوانين، رغم كل المحاولات من الحكومة البريطانية، من وزير الداخلية، من وزيرة الداخلية السابقة، من رئيس الوزراء لإدانة هذه المظاهرات واعتبارها معادية للسامية، والضغط على الشرطة للجمها، لمنعها، لمنع بعض من التصريحات التي يرددها المشاركين في المظاهرة، لكن كل هذه المحاولات لم تنجح، لأن جهاز الشرطة مستقل وله حرية القرار، وبالتالي هذه المظاهرات كغيرها من عديد المظاهرات الأخرى لا يمكن أن يتم منعها على الأقل حاليا، رغم كل المحاولات الحكومية التي تسعى أولا لتثبيت قانون يؤدي إلى منع هذه المظاهرات، وهذا لم يتم، فبالتالي فقط دعوات من المسؤولين في الحكومة، وواضح أن هذه الدعوات يعني يطالها الكثير من الغضب، الجميع شاهد ما تعرضت له. طيب في هذه النقطة تحديدا، وأنا معك عمر على الهواء في عجالة أرجوك، أنه أنا أرى الأعلام الفلسطينية كبيرة وصغيرة في سماء العاصمة لندن في هذه الأوقات، وكنت ذكرت لي سلفا عمر أنه ثمة بعض البنود في القانون
الأمني طبعا بطبيعة الحال الإنجليزي ألا تتيح للغاضبين رفع هذه الأعلام. هل هذا معناه ما أراه الآن على الهواء إنه الموقف البريطاني تغير من الحرب في غزة من العدوان الإسرائيلي على القطاع، أو ربما هذا من بوابة إعطاء فسحة من المجال للتعبير عن حرية الرأي والتعبير ودرجة التعاطف مع الغزاوية في هذه الأوقات؟ تتحدث عن العلم الفلسطيني ليس كذلك؟ أعد علي يا عمر لم أسمع. يعني تتحدث عن العلم الفلسطيني؟ نعم نعم عمر، هذه الأعلام كانت صغيرة وكبيرة، الأعلام الفلسطينية الآن وأنا أتساءل معك، كانت هناك بعض بنود من القانون أو تعليمات من الشرطة البريطانية ألا ترفع هذه الأعلام؟ يعني تذكر معي منذ بداية العدوان قبل 7 أشهر مما نحن فيه الآن، هل ما أراه هذه فسحة من حرية الرأي والتعبير أو أن الموقف البريطاني تغير يا عمر؟ الموقف البريطاني لم يتغير، رفع العلم الفلسطيني لا يخالف القانون، كل ما يذكر سابقا كان هي محاولات كما قلنا من الحكومة البريطانية لوضع قوانين تجرم بعض الأمور من بينها طبعا الهتافات، بعض الهتافات المرتبطة بإزالة إسرائيل باعتبارها معادية للسامية، لكن كل ذلك لم يجرم، الكوفية ارتدائها لم يجرم، هو فقط عندما ترتدي الكوفية أو ترفع العلم الفلسطيني في مناطق مليئة باليهود وإذا ما قاموا بإبلاغ شكوى للشرطة بأن هذا يهدد أمنهم وحرية سيرهم في شوارع العاصمة لندن وغيرها من البلدات البريطانية والمدن البريطانية، فالشرطة ممكن أن تتحرك، ممكن أن تتحرك لمثل هذه الأمور. لكن رفع العلم الفلسطيني ليس مجرم، المجرم هو دعم حماس باعتبارها وفق القانون البريطاني تنظيم إرهابي بجناحيها السياسي والعسكري، وهذا في المظاهرات غائب تماما، هم الحديث هنا عن وقف الحرب، عن وقف الإبادة، عن وقف تصدير السلاح لإسرائيل، عن إحياء ذكرى النكبة خاصة بوجود نكبة جديدة في فلسطين وهي حرب الإبادة في قطاع غزة. العلم يبقى مرفوع في شوارع لندن وهذا شيء دارج، الزغاريد موجودة، لا يمكن منع كل هذه المظاهر الفلسطينية.